احنا منتسبين مستشفى ابن الاثير نعاني حاليا حالنا حال بقيه الصحه من الرواتب. الرواتب صار 6 أشهر نشتغل بدون راتب. مشكلتنا يعني نصبر ممكن يوم يومين، لكن كنا عندنا عوائل، كنا عندنا ظروف خاصة. الآن احنا بحالة المستشفى والمستشفيات كلها بحالة إضراب، لكن نبقى هم احنا إضرابنا دائما يكون بالاسم، لأن ما نقدر نترك مرضانا بوضعية معينة. أنا ما أقدر أترك ردها أنا باللوكيميا، ردة اللوكيميا ومرضى يحتاجون جرعة ويحتاجون كذا، مهما أهدد لكن ما أقدر أترك المرضى وما أقدر أترك المريض. لكن أريد المسؤول عني الوزير أو رئيس الوزراء يقدر هذا الظرف، يقدر حال إنسان ده يجي 6 شهور الدوام وده يشتغل مجانا. مو مجانا، أنا داين وجهي يعني ما حلوة أنا قدام عائلتي إيش أقول لهم. هسه وصل بينا الحد أنه يعني 3 سنوات بدون راتب، وإحنا ما طالبنا هاي الفترة كلها. 3 سنوات عانينا ما عانينا، بعنا اللي عندنا وما عندنا، وقمنا نجي أنا بيتي يجوز يعني يم المصارف او يم الصديقه والسكر اجي مشي ما مشكله. المهم لي حد اليوم اني ما متغيب يوم واحد، مو بس اني اني وهاي المجموعه اللي يمي. والله ماكو غير الاعتصام يعني نخلي ايها اعتصام، لان هاي 6 أشهر 6 أشهر يعني اعتقد فتره كافيه يعني، فماكو غير حل انه نعتصم ونخلي الاماكن الحيويه مثل اقسام الطوارئ والعياد العنايه المركزه الشغلات المنقذه للحياه نخليها مفتوحه ونشوف يعني كوسيله ضغط، ونشوف يعني لكل مقال مثل ما يقول كل حدث لكل حادث حديث. فاذا ما فاد راح اكو اجراءات اخرى ونشوف ان شاء الله. نص القانون رقم 14 لسنه 91 المعدل على انه الموظف يمنح راتبه بالكامل الا في حاله على سبيل الحصر ذكرها القانون، وهي اذا الموظف وضع في السجن او اذا الموظف اعتقل. في هذه الحالة نظر المشرع القانوني على تسليط الضوء على الجانب الإنساني وقال بأنه يجب أن تصرف أنصاف رواتبه إلى عائلته. طيب إحنا اليوم رواتبنا كلها ما مصروفة، مو أنصاف رواتب، يعني تعاملوا معنا أكثر قسوة من المعاملة مع المتهم والمجرم المودع في السجن. ممكن أنا أقرأ لكم المناشدة مالتي، أنه حسينا أنه هناك عرقلة متعمدة غير متعمدة، احنا لا نعرف ما بداخل النفوس. بس صدقوني على اعلى المستويات، ودكتور مهدي العلاق جاءكم هنا وزاركم وكم كان متحمس للاسراع بتصرف رواتبكم، وكان معه رئيس خلية الازمة اللي هو محمد فاضل الشمري، لحد الان هو متواصل معنا في اسراع صرف رواتبكم. موضوع المالية ووزيرها وتبديلها أعتقد هي أحد العوامل المهمة في صرف الرواتب. وزيرة الصحة المفروض ما تنام الليل، لأنه عندها موظفين مثل ما أني هسعة عندي 500 موظف، والله العظيم ما عندي وجه حتى أتكلم معاهم كلام واحد وأواسيهم، ووصلت بي الى انه اروح اطلب من الناس الميسورين بالموصل اللي هو اني موظف وما يجوز اقوم به، اوصلهم الى بيوت الموظفين مالي اقول له هذا متعفف. هذا يعني وصل، يعني شنو يجي صديقي اللي هو ميسور ودكتور تعال اساعدك؟ هذه مس بكرامه الانسان، احنا ما جينا حتى تمسك في كرامتنا. بس هذه شهور طالت، شهر شهرين 5 شهور، يعني وصلت الى حد. انا بس احب اوضح انه اشنو، انه الفكره من تقليص العمل ليست تقاعس اهل هذه المدينه الطيبين منتسبي الصحه عن اداء واجبهم الانساني امام مدينتهم وابناء مدينتهم، بس وصلوا الى حد يعني من الوعود الغير منفذه، من عدم وجود عفوا ضبابيه في مستقبل رواتبهم الحقيقه. يعني كل موظف يذهب الى بيته ويسالونه اطفاله ماذا سوف تشتري لنا من عيد؟ ماذا سوف تاتي لنا بالعيد؟ الى اين سوف تذهب تودينا للعيد؟ ماذا حتى الذي لديه سياره ليس لديه مبلغ من اجل ان يضع وقود السياره هي وسيله من
وسائل الخدمات اذا لا تضع فيها الركود لا تستطيع ان تخرج فيها. فكيف اذا كان الموظف يعمل وبدون راتب؟ الراتب هو وقود الموظف. ميزانيه المحافظه لحد الان هل هو هذا هو مجلس وزراء يعيد اعمار مدينه ما اطلق ميزانيه التشغيليه؟ وزاره الصحه ايضا مقصره. أين الميزانية التشغيلية لإدارة الصحة كيف راح تبدأ تشتغل فيها؟ هذه كلها معوضات المراد منها إنه هذه المدينة تبقى معطلة. أهلا راح نقول لهم لا المدينة ما راح تبقى معطلة. لكن اللي شخصنا الخير عندهم لازم أن تنتقل المشكلة اللي هو والعالم كله يعرف إنه هو سبب المشكلة. فعليه إنه مسألة الضرائب دوام الضرائب إحنا منتهين منها. إحنا على جهتنا ما نعرف شعب الطوارئ ليضر ناس جرحى ليتعرضون لحالات طارئه احنا وقتهم موجودين. اما بقيه الاستشاريات فلا احد امل ان واحد راح يدفعها ويداوم فيها.